انما على ذكر اورلاندو بيراتس يا باشمهندس، زي النهارده وتحديدا في ال 11 نوفمبر كان الاهلي على موعد مع التتويج ببطوله دوري الابطال للمره الخامسه. الاهلي حقق البطوله الثامنه في تاريخه في دوري الابطال زي ما انتم شايفين على حساب اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي لما فاز عليه 2-0. كان هدفي محمد ابو تريكه اللي بتحل ايضا هذه الايام عيد ميلاده، بنقول له كل سنه وانت طيب يا تريكه. محمد ابو تريكه واحمد عبد الظاهر جابوا في اورلاندو بيراتس الهدفين اللي الاهلي فاز بيهم باللقب الثامن في دوري الابطال. وده كان سنه كام؟ في 2013 10 نوفمبر 2013. يعني الدوري كان متوقف. مش كده؟ دي البطوله الصعبه اللي لا يعني بس عشان الناس وهي بتقرا تاريخ تعرف النادي الاهلي بياخد التحديات ويطلع منها بايه. انما على ذكر ابو تريكه 11 نوفمبر بقى زي بكره كانت ذكرى هدف لعله من اغلى الاهداف في تاريخ كره القدم الاهلاويه. فاكرين طبعا الاهلي والصفاقس التونسي، التعادل هنا شاده هيلعبها هترتد من غص فلافيو ما نزلتش على الارض. الهدف الاسطوري لابو تريكه جاب للاهلي هذه البطوله الغاليه جدا جدا جدا. بص طبعاً على فكره هدف اعجازي لانه تنفذ بطريقه ان كل الناس اتصرفت صح فيه. كابتن خطيب كان في المقصوره، هو كابتن حسن، كابتن خطيب قال وهي في الهواء انا بقول لابو تريكه من مره واحده قال لك لقيت نفسي بجري في المدرج، لانه دي تفكرك بكابتن حسين مدكور الله يرحمه لما كان بيقول له انا بلعبها معاك يا خطيب. الاحساس نفسه وانت بتلعبها معاه، فالكابتن خطيب كان بيلعبها مع ابو تريكه وهي في الهواء من مره واحده حصلت وجابت الاهلي زي النهارده اغلى الالقاب في تاريخ دوري الابطال. من الاهداف اللي بيتلعب على عيبه بيسموه. تسمع كابتن حماده الله يرحمه؟ حماده امام كوره على طول عند شادي ماشي شادي وبيعمل اوفر عاليه ويطلع يلعب الكره تاني على طول وتترد وهوبا شوفه وهوبا. طيب النوع ده من الاهداف يا استاذ ابراهيم اللي بيتلعب بيسموه على عيبه. ايوه. ومن مسافات. ايوه. وتاخدها على الطاير. ايوه. جون ابو تريكه ويفكرك بجون امام عاشور. امام العين. ايوه. ولو رجعت فلاش باك بجون الكابتن الخطيب كان امام المرسى عمله مرتين. عمله مرتين الجون ده. ايوه. وامام اعتقد الهلال السوداني. ايوه. اعتقد. خارجه بره ال 18 كده. مره واحده. وفيرست تايم من مره واحده تقوم بالكوره تلبس بتطلع قذيفه لو متقنه وفي اطار الجون ما بيتعملش فيه حاجه، لذلك هو بيحس الفيرود المتمرس اللي جاب الجون ده بيلعبها. وثقة منه في قدرات ابو تريكه من مره واحده ابو تريكه. فالحقيقه دي الاهداف الممتعه اللي بتجيب بطولات تعيش في الذاكره وجوان خالده.